ست اماكن هنا موجودين في قطر تقدر تشوف فيهم مدفع الافطار. طيب في الاول رمضان كريم ومبارك عليكم الشهر. اول مكان واللي انا بصور منه ده ودي درب الوسام، برضه مدفع الافطار موجود في سوق واقف وموجود في ميناء الدوحه القديم والحي الثقافي في قطر وسوق الوقره القديم، وبرضه موجود في مشرب قلب الدوحه، وده اول مكان اخترت ان انا اصور لكم منه اللي هو البوليفارد في الوسام، عشان بحب جدا اتفرج على السيارات اللي بتكون موجوده هناك. برضه للناس اللي بتحب الموتوسيكلات هتلاقي ناس كتير جدا موجودين بيستعرضوا الموتوسيكلات، مسيرات السيارات والموتوسيكلات يوميا في درب الوسام، يعني خروجه حلوه رايقه ومش هتصرف فيها ولا مليم. هتقعد بقى تتفرج على العربيات الكلاسيك القديمه والعربيات الروز رويس والبنتلي وانواع عربيات ملهاش اول من اخر، ده غير العربيه دي اللي شدتنا قوي اللي هي العربيه المرسيدس الكلاسيك دي. بجد عايز اقول لصاحبها ان العربيه دي لسه شغاله عندنا في مصر، بتتباع بمبلغ محترم جدا وبالنسبه لنا كمصريين مش كلاسيك خالص. ده غير طبعا العربيات التسلا اللي انا حبيتها جدا بعد ما سوقتها واكتشفت ان العربيات الكهرباء حاجه كويسه، وده طبعا غير ان هم بيدوا لك وجبه افطار فيها تمر وميه وعصير، بجد دم عزك يا قطر. وبس كده يا باشوات، سلام.